نزلان عند دكتور هي تعرفه وهروح له انا وسهى. بس المشكله ان طارق مش موافق. طارق؟ ايه اللي دخل طارق في موضوع زي ده؟ ولا هي تحكمات فاضيه وخلاص؟ لا يا بابا هدي نفسك، هو كل ما في الامر انه خايف شويه على سهى انها تتعقد. خلاص خلاص. على فكرة يعني حكاية دكتور نفساني دي مش بطالة، هو نجربها، وإذا لازم الأمر أنا هعالج سوها في أكبر مستشفى في أوروبا. لا إن شاء الله مش هنحتاج، بس حضرتك شايف أجرب؟ طبعا أي حاجة فيها مصلحة لسوها لازم نجربها. أما بقى سي طارق ده أنا ليا تصرف تاني معاه. يوه يا بابا أرجوك ما تخلينيش أندم اللي جيت قلتلك. خلاص خلاص أنا روحي أنت شوفي معادك مع الدكتور وأول ما تخلصي كلميني. حاضر. صباح الخير يا رانيا. صباح النور يا شوقي. عامل بيه فاضي؟ لا والله عنده مدام نورهان وشكلهم كده بيتكلموا في موضوع مهم، مش هقدر أدخل لهم دلوقتي. طب ممكن تقولي له شوقي عايزك ضروري في شغل أول ما يخلص ينادي عليا؟ أنا يا حاضر. أوكي. تؤمر بحاجة يا شوقي؟ ايه؟ حضرتك عايز حاجة تاني؟ لا شكرا. عفو. ميرسي قوي قوي. العفو يا مدام نورهان على ايه؟ من حق. مبروك على الخطوبة يا رانيا. ها؟ طمنيني ترتيبات الجواز اخبارها ايه؟ هتتجوزي امتى؟ لا جواز ايه بقى؟ ما فركش، كل سنة وانتي طيبة. فركش؟ بس دي تاني او تالت خطوبة يا رانيا. ايه الحكاية؟ أعمل إيه بس؟ كلهم كحيانين. تصوري إن كلهم طمعانين في مرتبي؟ أنا بقى لو ما كانتش جوازة كده مريشة وتريحني بلا جواز بلا قرف. يا رانيا مش كل حاجة في الدنيا الفلوس، في حاجات في الدنيا أهم. عن إذنك. باي. ما أنت لازم تقولي كده يا بنت عامر الديب، ما انتوا الفلوس عندكم تلتلة مش عارفين تودوها فين. ماشي. دي الفاكسات بتاعت النهاردة، بس لو حضرتك تعبان مش مشكلة تتأجل. لا 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 أنا مش تعبان ولا حاجة، أنا بالي مشغول شوية ومزاجي مش رايق. ليه بس كده يا فندم؟ ده حضرتك الصبح كنت جاي كويس، في حاجة حصلت؟ نورهان يا ستي، نورهان وسهى مشاكلهم ما بتخلص. مش عارف ايه حظها المهبب ده. ايه سيادة الضابط برضه مضايقها؟ ما تجيبيش سيرته. مش عارف حظها المهبب تطلع من حفرة الجدع الغبي اللي اسمه شكري عشان تقع في حفرة الجدع المغرور اللي اسمه طارق ده. والله يا عامر بيه الاتنين ما يستاهلوهاش، خصوصا شكري دوت اللي هو عمله فيها وعمله في حضرتك. بس واضح كده ان زي ما حضرتك بتقول ان حظها وحش قوي. وانا اللي في الاخر اشيل الهم، مش كفايه عليا هم المجموعه اللي شايله لوحدي. ربنا يديك الصحه يا عامر بيه ويقويك. طيب انا ممكن ااجل البوسطه لحد ما حضرتك تروق؟ لا 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 احنا ورانا شغل كتير. اتي كيشو. مات الملك. انت يا اخي مفيش فايده فيك ابدا، ما بتعرفش تخسر. ومش ناوي اخسر ابدا طول عمري، عشان اللي زي لما بيخسر بيموت. يا فتحي ايه السيره اللي زي الزفت دي؟ ربنا يا اخي يديلك طول العمر، ما تقولش كده تاني. ما تشغلش بالك. جاي دور تاني؟ ماشي، ولو اني يعني عارف نهايتها من الاول، بس نحاول برضه.
الو الراجل بلغني ان التحويل وصل وبقيت حسابك هيبقى عند النهارده بالليل. طب عظيم، يبقى نتقابل في نفس المكان ونخلص. بس خلي الميعاد متاخر شويه عشان النهارده عندي افتتاح معرض. مفيش مشكله، انا هستناك بس ما تاخرش قوي. اوكي سلام يا فتحي. تسرق بيه؟ خلص مع الزبون؟ ايوه، وهقابله الليله واستلم منه الباقي. العب العب. من فضلك ممكن تاخديها وتستنوا بره. روحي يا حبيبتي 3 دقايق وهجيلك. يلا يلا سوا. افندم يا دكتور، الحاله دي عندها من امتى؟ من وهي صغيره، بس انا شايفه ان كل ما بتكبر الحاله بتزيد. وهي عايشه مع مين؟ عايشه معايا انا وجوزي ووالدها. من يوم ما سافر واحنا ما نعرفش عنه اي حاجه. وجوزك بيعملها كويس؟ بيعملها اكتر من بنته، ده هو اللي تقريبا مربيها. رغم كده بنتك مش قادره تنسى اللي عمله باباها. باباها كان صعب قوي، كان قاسي عليها وعليا. واستاذ طارق بيقعد مع سوا كتير؟ طارق ظروف شغله صعبه شويه فبيضطر يقعد معظم وقته برا البيت. ليه؟ هو بيشتغل ايه؟ ضابط بوليس. من فضلك كنت جايه المره الجايه الاستاذ طارق يبقى موجود معاكي عشان عايز اتكلم معاه. حاضر، بس مش عارفه اذا كانت ظروف شغله هتسمح انه يجي معايا ولا لا. ده لمصلحه بنتك، لازم نتكلم معاه وبسرعه. حاضر يا دكتور. حاضر. لحقتي قريت الملف؟ كله يا فندم. وصلت لايه؟ وصلت يا فندم ان العمليه اللي تمت دي ما كانتش عمليه سرقه. بديهي جدا، طالما ما فيش حاجه اتسرقت يبقى العمليه مش عمليه سرقه. وصلت كمان اللي عملوا العمليه دي 3. وانت جبتي الكلام بقى منين ده يا استاذه؟ اول واحد الشخص اللي كان سايق عربيه الاسعاف، تاني واحد الشخص اللي كان بيحاول يفتح باب البنك. دول اتنين. التالت بقى جه منين ان شاء الله؟ التالت ده الشخص اللي ضرب فرد الامن. اظن بقى دي واضحه زي الشمس. وصلت ليه كمان؟ واضح يا فندم ان العمليه اللي تمت دي كان هدفها الكمبيوتر بتاع البنك. مظبوط. ممكن بقى يا فندم ابص على الكمبيوتر ده؟ الكمبيوتر اتمسح كل حاجه من عليه، يعني تقدري تقولي بقى حته حديده، يعني حته خرده. ماشي، انا برضو عايزه ابص عليه. والا بقى انتوا مش متحفظين على الكمبيوتر ده؟ الحقيقه الكمبيوتر موجود بس في البنك. في البنك؟ انتوا سايبين جسم الجريمه في مكان الجريمه؟ لو سمحت يا فندم، انا عايزه حد يجي معايا البنك وعايزه ابص على الكمبيوتر ده وافحصه. شريف. فندم. ايه يا فندم؟ ايه؟ روح معاها وما تتاخروش. اتفضل. طبعا يا فندم. بعد اذنك يا فندم. اتفضلي.